محاضرتنا اليوم ولا وقطع كلامكم وساني. بس محاضرتنا اليوم هو البايو سيفتي. المحاضرة الأولى اللي ما تفضلوا الناس شوية راح نتكلم فيها بعد آخر أسبوع. المحاضرة الثانية في سلسلة رقمين هو البايو سيفتي. طبعا في هاي المحاضرة عدة محاور. أول محور راح نتكلم هو اللاب إكويبمنت إنترودكشن. مقدمة حول اللاب إكويبمنت تقصد فيها المعدات المختبرية. تطرق النقطة الثانية هي Percussion and Suppression of the Lab Equipment. Percussion محاذير استخدامات دواعي استخدام للمعدات المختبرية. والمحاضرة والمحور الثالث العفو Microbial Microbiological Cabinet. الكابينة الإحيائية. أهم شيء هاي بالمحاضرات كلهم هي الكابينة الإحيائية. أول شيء راح نطرق حول اللاب إكويبمنت. اللاب إكويبمنت الشيء أساسي في كل المختبرات هو الميكروسكوب. وقفت على الميكروسكوب الفصل الأول بالنسبة لي أنا كنت واقف بشرح الميكروسكوب واستخدمنا الميكروسكوب. شنو أنواع الميكروسكوب؟ تعريف الميكروسكوب Optical instrument consists of combination lenses which magnifies the image of object seen through it. Optical مرئي بصري instrument جهاز بصري يستخدمه حتى يكبر الأشياء العين للعين الإنسان حتى عين الإنسان يعني تبصر الأشياء. ومثل ما تعرفون إحنا الأشياء ما نفهمها إذا ما نبصرها. ما نفهم في شيء خيالي او يكون صعب فهم الشيء الخيالي. من دخلت المختبرات ويانا من اشرح لكم انا البكتيريا وشنو هي البكتيريا والفيروس والكونكتيف تيشو كل هذا حكي اتمنى انتم تفهمونه. بس مجرد ما انتم تلقون النظره على داخل الميكروسكوب تتبلور عندكم هاي كلها المحاضره اللي طولها 5 اوراق 20 ورقه راسا راح تفهمون هذا الشيء ايش لان بصرتوه من خلال عينكم. كل الأشياء اللي تنبصر من خلال العين هي تنفهم، ما تنبصر من خلال العين هي ما تنفهم. الميكروسكوب يكبر الأشياء من حجمها الحقيقي إلى حجمها الغير حقيقي اللي هو المكبر 1000 مرة 2000 مرة 5000 مرة حسب نوع الميكروسكوب. كل ما كان تكبيره أكثر كل ما كان تعقيد والأهمية مالته أكثر. ولذلك يقسم الميكروسكوبات تقريبا الى 3 اقسام حسب ما موجود بالمختبرات اللي هنا موجوده بالمختبرات احنا بالعراق اللي مختبرات كانت طبيه مختبرات اذا كانت تعليميه اذا كانت بحثيه. هي تقريبا 3 انواع مختبرات موجوده هنا او 3 انواع من الميكروسكوبات اللي موجوده. سمبل كومباوند كومباكت ميكروسكوب اللي كلكم اشتغلتوا عليه بالمختبرات هذا يسمونه سمبل ميكروسكوب. الكترون ميكروسكوب اللي ما اشتغلتوا عليه بس شفتوا يمكن صوره هسه راح نتطرق لكل صوره وكل امكانيات الميكروسكوب. فلوريسنس ميكروسكوب اللي كان اخذتوه يمكن بالاجهزه الطبيه او ما ماخذين. فلوريسنس ميكروسكوب من الميكروسكوبات اللي انا شخصيا احبها لان يعطي الايمج مالته كلش رائع كلش حلو. مثل ما قبل شوية قلت لكم الميكروسكوبات حسب التعقيد مالتها وشنو نحكي على التعقيد حسب الصورة اللي تعطيها حسب الوظيفة اللي تأديها راح تنقسم حسب إلى تقريبا 4 أنواع 3 أنواع هاي الأنواع اللي موجودة. أول نوع من الميكروسكوب هو السمبل ميكروسكوب اللي يعطينا هاي الصورة. هاي الصورة إلى نسيج حي مستخلصين إحنا مسوي فيكسيشن مسوي له ديهايدريشن ومسوي له هاي البروسس كلها مال هيستوباثولوجي وطالع شكل هذا النسيج. شنو نوع هذا النسيج؟ شنو اسم هذا النسيج؟ جاوبوني. ها؟ ابيثيريال تشو. شنو هو ابيثيريال؟ بس فقط ابيثيريال تشو. شنو اسم النسيج؟ ستراتيفايد. حلو، اول شيء ستراتيفايد، ليش ستراتيفايد؟ كونه عنده طبقات، تمام. بعد سكويموس، ليش سكويموس؟
تمام صراحة تمام. هذا سمبل ميكروسكوب. الميكروسكوب الثاني عندي دارك فيلد ميكروسكوب. شو معنى دارك فيلد ميكروسكوب؟ اي صح بس انا مو شغلكم ترانسليتر مترجمين. لا يعني شنو دارك فيلد ميكروسكوب؟ شنو يفرق هذا عن هذا؟ شنو يفرق هذا عن هذا؟ بعدسة واحدة مو عدستين. يستخدم العينات اللي ما تحتاج ضوء. زين. مبدأ عمل الميكروسكوب هو اللايت. ضوء، صح ولا غلط؟ صح. مبدأ عمل هو الضوء. يضرب الضوء على الأشياء تنعكس هاي القضايا الضوء اللي معكوس عليها على العين فتبصرها العين وتشوفها. دارك فيلد ميكروسكوب راح يضوي بس الأشياء مراد فحصها أو نشوفها. يعني شلون؟ هاي بكتيريا. هاي بكتيريا. تمام؟ بكتيريا تسبح بوسط سائل. الوسط سائل راح يكون معتم صفر ما بي أي صور. بس فقط تكون البكتيريا هي ضاوية. فيسمى دارك فيلد ميكروسكوب. ميكروسكوب الحقل المظلم راح يعطيني حقل كامل كله مظلم ما عدا الأشياء اللي مراد الفحص مالت. هذا يسمونه دارك فيلد ميكروسكوب. يضوي لي بس البكتيريا، يضوي لي بس الباراسايتس، يضوي لي بس أي أشياء بسيطة. بعد ما عامل البكتيريا بصبغة خاصة حتى تظهر بهذا الشكل. مو أجيبها بسلايد أسفل وتصير. وهذا ما نقدر نفحص به الهستوباث، نفحص به أشياء مثل أشياء خاصة. الفلورسنس ميكروسكوب. شنو الفلورسنس ميكروسكوب؟ اللي هو هذا الفلورسنس ميكروسكوب. أحلى شيء هو الفلورسنس ميكروسكوب وأنا أشوفه فد شيء كلش حلو وراقي بالنسبة لي. ليش؟ شنو الفلورسنس ميكروسكوب؟ شايفينكم بالبيوت عندكم أو مو عندكم تطفى الكهرباء. تصير الغرفة كلها ظلمة. ساعة القامة يا ضوء. تصير خبر صح؟ ساعة مرات بعد شنو غير الشيء؟ شعب الظلام. هاي يسموها حالة الفلورة اللي هي بيها فلور. الفلور هو بميزة إن هو بالظلام يضم الشعب. الفلورسنس نفس الحالة اللي هي المادة يصير بها اكسايتنج يعني استثارة بحيث بالظلام هي تشت. نفس مبدأ عمل الفلورسنس الدارك فيلد ميكروسكوب. بس الفلورسنس ميكروسكوب راح يصبغني وراح يظهر لي كل شيء على حد. يعني هسه هاي موجودة هي عبارة عن خلايا. الأزرق اللي داخلها شنو هو؟ نواة. الأخضر اللي حول النواة الأحمر اللي موجود يعني مرتب صح ولا غلط؟ فتشكل كلش مرتب. يستخدمون الفلورسنس ميكروسكوب مو القضايا كلينيكال سريرية. ممكن استخدام القضايا كلينيكال سريرية بس يستخدمون القضايا بحثية. انت بحثت بحث عن وجود او تأثير الخلايا الكبدية نتيجة الإشعاع. جيب خلايا كبدية بخلايا فلورسنس ميكروسكوب تاخذ الصورة الحقيقية لها. تعرضها للإشعاع تاخذ لها الصورة الثانية وتخليها ضمن البحث او ضمن الكتاب بالي. يعني القضايا بحثية نقدر نقول مو قضايا طبية. اخر شيء واعقد شيء اللي هو الكترون ميكروسكوب. يكون الصورة مالته بهذا الشكل. يعطيني جسم البكتيريا. هسه هاي البكتيريا كاملة. هذا الجسم مالته وهذا اشكاله وهاي تجمعها. هاي يعني وجه لوجه يعني اتعرف عليه يعني. غلط يسموه. زين شنو نوع البكتيريا هاي؟ شنو نوع البكتيريا؟ باسيلاي. يا هاي بكتيريا باسيلاي. سالمونيلا باسيلاي. بعد خلنا محاضرة انثراكس باسيلاي ايكولاي باسيلاي سالمونيلا باسيلاي. فهاي كلها يسموها باسيلاي. الدارك فيلد ميكروسكوب راح يعطي الصورة هالشكل. وهذا هو يكون الميكروسكوب. هو عبارة عن نفس الميكروسكوب بس يربط وياه جهاز ثاني يعطيني هاي الميزة اللي هي العتمة ويعطيني النوع من الضوء خاص حتى يضرب على العينات. ويستخدمونه ايضا حتى يكشفون انواع خاصه من البكتيريا اللي تشع ممكن اشعاع بالظلام. ويستخدمونه مواد ضمن حقل الرؤيه المظلم. هاي البكتيريا اللي عندي اللي تسبب المرض اللي اسمه السيفلس اللي
اللي هي اسمها تريبانوما ثلاثيوم. شنو هو السبب اسمها مرض الزهري؟ سامعين مرض الزهري؟ سكشوال ترانسميتد ديزيز. مرض الزهري يا جماعه مختبر سعيد مختبر ولا غير تعرفون الله عليكم. سيفلس سببها بكتيريا. يا بكتيريا هاي شكل البكتيريا شو يسمونه هذا الشكل البكتيريا يا صالح؟ كم اشكال البكتيريا اخذت ليش المحاضره؟ ست اشكال. هذه اشكال هذا كوكاها ايش اسمه بالانجليزي حيزون؟ ها؟ ايش اسمه؟ سبايرل السبايرل هذا الشكل مالت السبايرل فلورسنس ميكروسكوب يكون هذا الشكل مالت الفلورسنس ميكروسكوب يكون كبير اكبر من الميكروسكوب العادي يحتوي الداخل على منظومه من تعطي الضوء بحيث تعكس الضوء على الصور ويعطينا صور بهذا الشكل هاي خلايا كبديه متلون بيها كل جزء من عندها حتى ممكن دراستها وممكن نستخدمها احنا بمحاضراتنا ممكن نستخدمها في البرزنتيشنز مالتنا اللي هسه جاي اسويها واقدم لكم وجاي اشوفوها مثل ما جاي اشوفكم تمام؟ عندنا الجهاز اللي بعده بالمختبر اللي هو الانكوبيتر الحاضنه شنو فائده الانكوبيتر؟ فائده الانكوبيتر بالمختبر هو maintain the growth or promote the growth maintain هي المحافظه على النمو remote growth اللي هي محفزة أيضا للنمو. المن بكتيريا فنجاي باراسايت ممكن أنسجة مالتنا تشو إذا تذكرون أخذنا من الفيروسات cell culture خلية بالإنسان ونميها هاي الخلية بالإنسان كل هاي أنا أقدر أحققها من خلال الانكوبيتر الحاضنة. شلون تقدر الانكوبيتر توفر لي هاي القضايا كلها؟ من خلال أول شيء وأهم شيء درجة الحرارة. الشيء الثاني اللي هي رطوبة. الشيء الثالث وأهم من O2 أو CO2 هيدي وسط يا إما هوائي أو وسط لا هوائي. بعد شنو شيء يجي بعد زايد خير؟ ممكن لايت ممكن دارك يعني معتمد ظلمة بس هو أهم شيء ثلاثة اللي هي أول شيء درجة الحرارة ثاني شيء الأوتو CO2 اللي نقصد فيها الأوتوسفير أوتوسفير اللي هو يعني شو ما نقول الجو اللي داخله حتى تعيش فيها الكائنات وثالث شيء اللي هو الهيوميديتي اللي هي الرطوبة توفر لي رطوبة يعني معناتها رطوبة H2O H2O يعني يحتاج الكائنات ال H2O حتى تنمو حتى يعني تتكاثر. الانكوبيشن انواع وايد. اكو شيء اسمه CO2 انكوبيشن. شنو CO2 انكوبيشن؟ يعني الانكوبيشن داخلها ماكو O2 فقط CO2. اكو كول انكوبيشن. شنو كول انكوبيشن؟